طبعا بخصوص ما يخص غزة تصرفات إسرائيل واللي مغطى إسرائيل، أكيد ما في شيء بيدل على أنه حتى الآن في شيء إيجابي. نعم ما زالت الأمور تتجه نحو نيران أكثر، حرب أوسع، خلل أكبر، لأنه مصلحته لا نتنياهو بدأ الاتجاه هلا عم شوي صغير، عم تكون قواعد اللعبة ممسوكة نوعا ما، لأنه الأمر كان عنده مصالح خاصة فيهم. وين مصلحتهم تقتضي؟ إذا بتقتضي إنه ضلت قواعد اللعبة بلبنان لهالدرجة حتضل هيك. مصلحتهم بكره بالانتخابات الأمريكية، إنه مصلحتهم بقى آخر همهم يمكن نشوف الوضع بقى حيروح اتجاه أوسع والأسوأ، وحندفع ثمن غالي وما لا واحد أكيد. يعني كل الشعوب العربية أنا برأيي هالمرة لا سمح الله توسع الحرب حتكون كل من طال فيها بشكل او باخر، ان كان في شيء مباشر وان كان في شيء غير مباشر. طيب سعادتك، يعني من بعد هذه الاستقالات اللي صارت امبارح، بني غانتس وايزنكوت، كان في موقف لسموتريتش اعتبر انه هذه الاستقالات تصب لمصلحه حماس ونصر الله وايران، هل فعليا انتصر محور المقاومه وبدا الانتصار؟ لمصلحه بايدن هي الموضوع، لا بيهمهم مصلحه حزب الله ولا بهم مصلحة إيران ولا بهم مصلحة حماس، بس مستفيدين. يعني مستفيدين هيك نحن بنعيش بالأوقات بالوهم أو بنسكر من زبيبة أو مفكر هذا موضوع كله ما بيعني لها الشعوب هيدي. هني بشوف بايدن هو شو مستفيد منه، لأنه اليوم الشارع الأمريكي كله هلا متأثر بموضوع حرب غزة، إذا عم يديرها صح بايدن أو ما عم يديرها صح، هو مستفيد منها ترامب أو ما هو مستفيد منها. يعني بالنهاية في حسابات أنه نحن عم ندفع الثمن، عشان هيك انا ما بشوف الاستقالات اكثر من انه هن الوحيدين هن عم يحاولوا، اذا كان في ضغط على نتنياهو لحتى يوقفوا عند حد معين، او يا ترى عم يحضروا لشيء اوسع نحن غايب عنا وما هو مقروء امامنا. عم بيحضروا الى مشروع اقتراح قانون يقدم الى مجلس الامن بشان وقف اطلاق النار، بس انه هل يعني دائما الرئيس بري كم مره وكذا يعملوا بيتو ويسحبوا، بس هالمره هن مقدمين الامريكان، يعني ممكن يقدموا هن مشروع قانون ومشروع اقتراح ويرجعوا يرفعوا الفيتو عليه؟ برجع بقول لك هن عم يرفعوا الفيتو، عم يرفعوا الغطاء عن نتنياهو. برجع بقول لك الامريكان عم يشوفوا مصلحتهم وين، برجع بقول لك مانا لمصلحه الشعوب العربيه، مانا لمصلحه مناطقنا، هن عم يشغلوا مصالحهم. نعم. ونحن دائما بالصراع العربي عندنا هون وبشارعنا العربي دائما انه كل الناس بتشتغل مصالحها الا نحن الشعب العربي ما بنشتغل مصالحنا، بنشتغل مصالح الاخرين. مشان هيك نحن دائما تفاؤلنا بهذا الموضوع متروك لوقته، متروك وتثبيت العمليه وقت بتثبت معنا انه فعلا بايدن راح باتجاه انه فعلا قلبه على انه عم يشوف هالدم، عم يشوف هالمجازر، عم يشوف هالشيء، حب ياخذ قرار حاسم. نتمنى هذا الموضوع يكون رايح بهذا الاتجاه. نعم. طيب انعكاسه على جبهه الجنوب، هل برايك ستهدأ جبهه الجنوب بالمرحله المقبله؟ هل هي لصالح لبنان بما انك انت عم تحكي عن هذه الشعوب العربيه دائما تشتغل عم تشتغل لمصالح دول اخرى، هل جبهه الجنوب تقرأ على انها تاتي لصالح لبنان واستقرار لبنان؟ الجو العام عندنا هون بين السياسيين اللي عم يتابعوا ملف الجنوب بيطمنونا انه نحن قواعد الاشتباك ملقوطه مدروسه، ما حدا توسع، طمنوا بالكم، ما حيصير شيء على المطار، ما حيصير شيء على المرفأ، ما حيصير في شيء على الاملاك العامه او مثل ما بيقولوا الكهرباء او شيء. بقى هذا الموضوع عم يطمنوا، هن عم يروحوا بالاشياء عم يطمنونا. برجع بقول اسرائيل حدا بيطمن لها؟ حدا يعني اخذ وعد من اسرائيل بشكل او باخر وغير مباشر وهن يضلوا على كلامهم؟ ما دائما هن عندهم مصلحتهم اذا بتقتضي لضرب لبنان حيضربوا ما حيأثروا. هلا بتقولي لي حزب الله بده يرد، ما حيكون مكتوف الايدي، عنده الامكانيات، عنده معمول لا، بس الشعب اللبناني فعلا صار ما قادر يتحمل. يعني ما حنخفف من عزيمتنا، ويمكن لا سمح الله اذا وقعت الحرب بدنا نكون نحن كلبنانيين اللي عندهم حب لوطنهم، كل انسان عنده امكانيه يقدر يواجه بالامكانيات اللي بين ايديه، يعني طبعا ما معنا سلاح نواجه، بس حنواجه بالعقيده، باليقين، بالوحده الوطنيه، بالمتابعه لاي هذا شيء. ممكن موقف ينتقد عليه بعض الاطراف، يعني تحديدا هذا الصراع نحن على طول هذا موجود بلبنان. هل كتله الاعتدال تقف الى جانب المقاومه في حرب مع اسرائيل؟ تقف الى جانب لبنان ضد اسرائيل. مين ما كان يكون عم بيقاوم اسرائيل؟ مين ما كان يكون. اوكي.